هي شيرين عبد الوهاب عملت ايه لما سمعت التسجيل المسرب لوالد حسام حبيب، وايه رد فعلها، وهل هي فعلا اتفاجئت بيه زينا ولا سمعته قبل ما يتسرب من الاساس؟ تعال اقول لك على الحدوته. انهيار وبكاء مستمر وليلة من أسوأ الليالي اللي عاشتها شيرين عبد الوهاب في حياتها. شيرين ما كانتش تعلم بالتسجيل قبل ما يتسرب، وعرفته وسمعته زي الجمهور بالظبط بتاع السوشيال ميديا، وده كان بمثابة صعقة. صديق مقرب أكد إن والد حسام حبيب ما التقاش بشيرين ساعة التسجيل أو من ساعة التسجيل بالظبط، وإن هو موجود هو وحسام في فيلته بجمعية أحمد عرابي. شيرين موجودة في الفيلا بتاعتها بالقاهرة الجديدة اللي بتقيم فيها مع والدتها ومع بناتها، وكان بيقيم معاهم حسام. شيرين لحد دلوقتي ما طلبتش الانفصال، وده بسبب الصدمة اللي مخليها مش عارفة تتكلم ولا تفكر لحد دلوقتي في أي حاجة. وبالمناسبة ما سمحتش لأي حد يتكلم معاها، يعني لا استقبلت تليفونات ولا استقبلت حد في بيتها ولا أي حد كلمها ولا قرب منها غير والدتها فقط. والدتها كمان حاولت إنها تكلم صديقات شيرين علشان يبقوا جنبها ويخرجوها من اللي هي فيه، عشان بعد كده تقدر تفكر هتعمل إيه بعد المصيبة دي. طب تعرف ان شيرين عندها شك، والشك ده كبير جدا، ان اصلا التسجيل ده مفبرك ومش حقيقي؟ وده لسببين. اولا حضرة المحترم، لان اقرب واحد ليها في عيلة حسام حبيب زوجها هو والده، ايوه صاحب الصوت في التسجيل المسرب. ثانيا اسرح بخيالك كده، هل ممكن الكلام اللي حضرتك سمعته لو كنت سمعت التسجيل ده ممكن اي عقل بشري يستوعبه؟ لا طبعا. يعني واحدة زي شيرين سيدة مشهورة جدا وما بتبخلش على عيلة زوجها خالص، سفريات ممكن تلاقي، خروجات ممكن تلاقي، هدايا ممكن تلاقي، وفلوس بالهبل ممكن تلاقي، ايه اللي يخليها تشك ان ممكن الناس دي تكرهها او حتى مش حباها او حتى يعني بتقول عليها بلدي؟ عايز اقولك ان ده كله ممكن انت تشوفه في فيلم سينما، وسينما غريبة خيال علمي، لكن في الحقيقة عمرك ما تتوقعه. بالمناسبة كل اللي احنا قلناه ده هو مش تجني على والد حسام حبيب او على حسام نفسه، ولكن ده اللي ذكره والد حسام حبيب نفسه في التسجيل المسرب. بس السؤال هنا اللي ممكن ناس كتير جدا بتسأله، هي شيرين هتنفصل عن حسام حبيب ولا هتكمل؟ فتعال اقولك على الاجابة. لو حطيت نفسك او نفسك مكان شيرين عبد الوهاب في مصيبتها او ازمتها دي، وسالت نفسك هل هننفصل ولا هكمل؟ طبعا اكيد بالفم المليان هقول هنفصل، ده طبيعي. فايه اللي يخليني اعيش مع ناس مش حباني وكرهاني وما بتحبش اصلا اي شيء من ريحتي؟ ولو قسنا ده على شيرين عبد الوهاب، اكيد مش هتخاف انها تتشرد من بعد حسام حبيب وانها تترمي في الشوارع، كمان مش هتخاف انها ما تتجوزش بعد كده 100,000 واحد يتمنى شيرين عبد الوهاب. الا ان بعد ده كله احنا ما نقدرش نجزم ان شيرين عبد الوهاب هتنفصل عن حسام حبيب. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لان شيرين طيبه جدا لدرجه السذاجه، وممكن اي حد يصالحها ويرضيها بعشوه، بخروجه، بهديه، حتى لو مش سمينه. شيرين صاحبه شخصيتين، تبان انها سترونج اندبندد وومن، لكن في الحقيقه هي شخصيه هاديه جدا بتتعامل بمشاعرها، علشان كده وقعت واتجوزت حسام حبيب وهما بيتعشوا في مطعم، تصور. كمان حسام حبيب ذكي جدا، وده الكلام اللي قاله والده في التسريب، فاكرينه؟ قدر ان هو يسيطر على شيرين انسانيا وفنيا، يعني قدر يسيطر عليها كزوجه وكفنانه، وقدر ان هو يخليها تقعد في البيت بمعنى الكلمه. وبالمناسبه والده قال نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان شيرين ممكن يتم السيطره عليها باي حاجه بسيطه، وهو قال فعلا انها طلبت الطلاق وقالت له يا بابا انا عايزه اتطلق من حسام، طلقني والنبي. تصور كل الكلام اللي الراجل ده قاله وهي كانت بتقول له يا بابا وطلقني، وقدر ان هو يحتوي الموضوع سواء كان بخروجه او بعشوه او بكلمتين كويسين او بهديه بسيطه، اهم حاجه ان الموضوع ده تم احتواءه رغم ان كان ازمه كبيرة جدا. وهي الحقيقة مش أزمة، هي أزمات كبيرة جدا. الأزمة الكبيرة أو أهمهم هي الملايين اللي خسرتها شيرين عبد الوهاب من يوم ما اتجوزت حسام حبيب، وخلينا نقول خسرتها بسبب الأزمة التانية، واللي كان بسببها شيرين طلبت الطلاق، هو إصرار حسام على قطع علاقتها بكل اللي كانت تعرفهم قبل كده، حتى مدير أعمالها ياسر خليل. وبالمناسبة حصلت أزمة كبيرة جدا ومشكلة وصلت لساحات المحاكم بين حسام حبيب وياسر خليل. حسام حبيب راح لياسر خليل تحت بيته
زوجته واتخانق معاه خناقه شوارع، وكمان رفع السلاح في وشه وهدده بالقتل. لا لا تعالى اقول لك على الكبيره. حسام اتخانق مع شيرين خناقه كبيره جدا وصلت للتطاول بالايدي، وساعتها هي استنجدت باحمد سعد وطلبته في التليفون عشان يخلصها من ايد حسام. اي نعم هي خرجت بعد كده ولمت الموضوع علشان مش عايزه فضايح، في النهايه هي نجمه كبيره جدا وشكلها قدام الوطن العربي يهمها ومهم قوي. ما تتغروش في عيونه الخضراء، ده حسام حبيب، في النهايه ممكن هو يبان لطيف جدا لكن بيعرف يتخانق مع مراته. من ضمن الحيل اللي عملها حسام علشان يقدر ان هو يسيطر على شيرين، عمل استوديو صوت كبير جدا داخل الفيلا بتاعتها في القاهره الجديده، مجهز على اعلى مستوى، كلف اكتر من 3 مليون جنيه. السبب ايه؟ علشان هي ما تحتكش باي حد وهي رايحه تسجل، سواء كان في المهندسين او في اي مكان تاني، تكون قاعده في البيت اكبر قدر واكبر وقت ممكن، يعني اقامه شبه جبريه. اخر حاجه هقولها في ازمه حسام وشيرين، هو مين اللي استفاد من التاني اكتر؟ شيرين استفادت من حسام اكتر ولا حسام استفاد من شيرين اكتر؟ الحقيقه الاثنين خسروا. لا حسام قدر ان هو يستغل شيرين ويكسب من وراها فنيا، ولا شيرين قدرت تستفاد من حسام. ببساطه شديده جدا، من يوم ما شيرين اتجوزت حسام حبيب وهي في النازل فنيا وانسانيا، يعني لا اغاني بتضرب وبتكسر الدنيا ولا البومات ولا حفلات الناس بتسمع عنها في الوطن العربي. على الجانب الثاني، حسام حبيب من يوم ما اتجوز شيرين عبد الوهاب لا سمعت له غنوه ولا شفت له كليب كويس ولا لحن ولا اي شيء خالص. يعني ناس كتير جدا اتجوزوا في الوسط الفني وقدروا ان هم يستفادوا، زي احمد ابراهيم لما اتجوز انغام، ما كانش حد يسمع عن احمد ابراهيم خالص، ولكن لما اتجوز انغام بقى الملحن الكبير احمد ابراهيم وبدات الناس تتداول صوره على السوشيال ميديا. كمان احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وخلينا نقول احمد العوضي كان فنان ونجم بس ما كانش نجم بالحجم الكبير اللي احنا شفناه دلوقتي بعد جوازه من ياسمين عبد العزيز. علشان كده لو رجعنا لحسام تاني وسالته انت بتشتغل ايه يا حسام، هيقول لك انا بشتغل شيرين. ايوه حسام كان بيشتغل شيرين، لكن ده قبل التسريب. اعتقد بعد التسريب حسام ممكن يشتغل مطرب. الناحيه بالنسبه لشيرين، شيرين لازم تنتبه لفنها ولازم تنتبه لجمهورها اكتر من كده، وتتخلص من كل مشاكلها الشخصيه، سواء كانت خاصه بعلاقات وصداقات قبل كده او خاصه كمان بازواج وعلاقات انسانيه. شيرين لازم تتاكد ولازم تعرف انها نجمه كبيره جدا ومن اهم نجمات الوطن العربي، ومش لازم تعرف وبس، ولازم تصدق وتتعامل بالشكل ده علشان ما تقعش في ازمات تانية. حد يقول لها يا جماعه انت نجمه كبيره قوي ولازم يكون اي حد يقرب منك سواء كان هيتجوزك او حتى يكون صديق ليكي او صديقه ليكي، تكون على قد المستوى، على قد مستوى نجوميتك وعلى قد مستوى مكانتك الكبيره جدا في قلوب جمهورك. ما هو اصل الموضوع ملخبط شويه، لما تيجي تبص لنجوميه شيرين تيجي تبص لتصرفاتها وتيجي تبص لدماغها تقول ما هو مستحيل ان في واحده وصلت لكل هذه النجوميه في الوطن العربي وبتتعامل بهذه السذاجه وبتقع في هذه المشكلات البسيطه قوي اللي ممكن اي حد يضحك عليها باي حاجه. في النهايه كل اللي احنا عايزينه ان شيرين تكون بخير، نسمع اغاني جديده لشيرين بتتكلم عن الهجر وعن المشاعر وعن الحب وعن الفراق وعن الصداقه وعن المشاعر اللطيفه اللي احنا محتاجينها. ربنا يعمل الصالح لشيرين، سواء هتكمل مع حسام حبيب رغم كل اللي هي سمعته او هتنفصل عنه وتبدا حياه جديده. كل التحيه، كنت معاكم خالد شاهين، واستنوني في حلقه جديده من تعالى اقول لك على بوابه جديد. السلام عليكم.